اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل حواري مع قداسه البابا تودرو الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه من القدسيه. اجهدنا حضرتك شويه معلش سامحنا. اهلا بيك. ربنا يخلي حضرتك. شايفين الكنيسه ترى الانتخابات البرلمانيه المقبله هيكون افضل لاتاحه الفرصه لان تكون مشاركه معبره عن الوطن بتركيبته السكانيه بالنظام الفردي ولا بنظام القائمه؟ برضو اهل الاختصاص اصحاب القرار فيها، لكن احيانا الفردي يذكر فيه ان هيدخل فيه قوه المال. نعم. وقوه النفوذ والعصبيات وجهه نظر. نعم. واحيانا النظام الجماعي ممكن يتخفى فيه اشخاص باراء غير اللي بيعلنوها، يعني له توجهات تانية، ربما توجهات برضو الدينية السابقة دهيت أو توجهات سياسية بأي شكل، يوم يتخفى في نظام القوائم، يعملوا نسبة ونسبة ربما يكون أفضل. نعم. يعني الشكل اللي يحقق أيضا سلامة المجتمع بالذات في المرحلة دي. هل سيكون حرص من المسيحيين والكنيسة على المشاركة الفعلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ أتمنى ذلك. تتمنى أتمنى ذلك. أنا أدعو كل المصريين مسلمين ومسيحيين للمشاركة في الانتخابات. نعم. لكن لا أستطيع أن أفرض اسم معين على أي حد. لا تستطيع أن تفرض؟ لا أستطيع طبعا. يعني مفيش حد بيجي يقول أخذ البركة يا سيدنا فأنا أدخل الانتخابات ولا لا؟ ما بيجيش رجال أعمال واسأله وأقول له عقلك فين؟ واختياراتك إيه؟ وانت اكثر اتصالا بالمجتمع واكثر اتصالا بالرموز اللي في المجتمع عشان تعرف تختار. مش ممكن تقول له لا ما تنزلش انت؟ ما تنزلش؟ ايوه. في الانتخابات؟ نعم. لا. يعني مش ممكن تفضل شخص عن شخص او ترى ان هذا الانسب او يعرض على قداستك مجموعه من لا الاشخاص لا 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 لا. فتختار بينهم؟ لا لا. ده ما بيحصلش. لا 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 خالص. لا يحدث اي انواع من التدخل؟ اشجع على المشاركه. نعم. ارفض التحديد، تحديد اسم معين. حضرتك شايف اداء الحكومه الحاليه مرضي يحقق طموحات قداستك وانتوا قاعدين عندكم امل لمصر المستقبل ومضى ما يقرب تقريبا من ثلث مده خارطه الطريق؟ الى حد كبير جدا جدا. يعني انا تابعت من حوالي يومين ثلاثه قبل بدايه العام الدراسي حديث للسيد وزير التعليم. نعم. اكثر من رائع. يعني انا كنت قاعد كده فرحان بكل تعبير بيقوله الحقيقه، والراجل عنده رؤيه، فكر صح، بيخطط صح. لو اعطي الوقت والمال والجهد والاستمرار اعتقد انه هيغير شكل التعليم الى ما هو افضل. هذا وزير. يعني هل هذا الوزير مؤشر؟ يعني البعض بيرى ان احنا الاسعار في ارتفاع، عندنا ازمات طاحنه في الشارع، المرور متعسر جدا، عندنا مشكله في الكهرباء، عندنا مشاكل متعدده. واي مجتمع يخلو من مشاكل، لكن يعني وزير السيد وزير الكهرباء بيبذل اقصى ما عنده. يعني المشكلات دي هي التي أودت بنظام الإخوان. أودت بنظام الإخوان. نعم. الأزمات الاقتصادية الطاحنة، أزمات الكهرباء، أزمات البنزين، هي اللي خلت الشعب، نسبة كبيرة من الشعب تخرج. بس خد بال حضرتك إن الأزمات دهيت جزء فيها كبير كان من سوء الإدارة وأيضا ربما افتعال الأزمة. طب راح الاخوان وعندنا اداره كويسه، الازمه موجوده. بس عندنا امكانيات محدوده. امكانياتنا الان افضل بكثير من فتره الرئيس المعزول مرسي، لدينا احتياطي نقدي، دول عربيه مدت ايديها لمصر، اصبح لدينا ودائع. احنا في السنتين من يناير 2011. نعم. ومجتمعنا المصري في عدم استقرار. نعم. عدم استقرار. كم المظاهرات والاعتصامات لو جمعتها في السنتين ونص دول في 30 شهر أظن لا يقابلها 60 سنة
حصل فيها مظاهرات أو اعتصامات بهذا الشكل. فهي سنة أو فترة متغيرة في كل شيء. نعم. ثم مع مخاوف الناس اللي كانت موجودة، مع المصانع اللي توقفت لأسباب متعددة، ثم مع عدم الكفاءة في الإدارة العامة، المنظومة العامة بتاعت المجتمع، ثم انشغال الناس بالأزمات الحياتية بتاعت كل يوم، أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز إلى آخره، ثم العجز المالي الخطير اللي تعاني منه مصر، وإن كانت الشكر للدول العربية اللي سندت مصر عشان تعدل الميزان بتاعها شوية. نعم. كده، وده أمر يعني له كل التقدير وكل الاعتزاز. احنا في مجتمع عايز يثبت بس شوية. نعم. حضرتك لما بتيجي تكتب خطك جميل، تيجي تكتب على مكتب خطك يطلع رائع لأن المكتب ثابت. نعم. لكن اكتب في حاجة متحركة أو عربية بتجري، خطك مش ممكن يطلع حلو. صحيح. فمجتمعنا بس يثبت. لكن اللي أنا شايفه كمشاهد عام في الشهور القليلة دي، إن سيادة الرئيس عدلي منصور، سيادة الدكتور حازم ببلاوي، السادة الوزراء، الحكومة بصفة عامة واخدها جد. نعم. وده اللي نفسي إنه يستمر، الجدية. قداسة البابا، هل في مسيحيين بأعداد هجروا من مصر خلال عام الإخوان؟ طبعا، ومسلمين. ومسلمين، لكن النسبة الأكبر كانت من المسيحيين. هل أصل النسبة أكبر ليه؟ يعني لو هجروا 5 عائلات. نعم. لو هجروا 5 عائلات من 15 مليون في مصر يبقوا كم؟ لكن 5 عائلات من 70 مليون، 90 مليون بس. أو 90، يبقى العدد يبان انه كبير يعني. نعم. يعني حضرتك مش شايف ان اللي هاجروا عدد كبير من المسيحيين؟ بس على فكرة في بعضهم رجع وبعضهم بيفكر في العودة. صحيح. نعم. مدام يستقر الحال، مصر دي فيها جاذبية خاصة. مصر لا تقدر بأي بلد في العالم. مصر لها تاريخ قديم. مصر فيها مغناطيس. سبحان اللي خلى المصريين يهاجروا من مصر. نعم. يعني ده شيء ضد الطبيعة المصرية يا أستاذ خير. لغاية النهاردة حضرتك ممكن أن تفتخر وتقول أنا عندي شقة على النيل. النيل ده حياتنا. صحيح. مش ممكن واحد يسيبها. هو حلم. فاللي هاجر ده نفسه يرجع. وهيرجع. ويرجع. إن شاء الله. حضرتك بتطمنهم، بتقولهم ارجعوا مصر آمنة، مصر بخير، مصر في طريقها للأمان، راحة للأمان. طبعا في طريقها للأمان. بتشوف تحركات الإخوان، تحركات غير مسؤولة، تحركات غير وطنية، بتشوف اعتداءهم على فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة في الجامعة، فضيلة مفتي الدير السابق. نعم. شيء لا يليق، لا يليق. أنا كان عندي سفير بيزورني، سفير من دولة لاتينية، أول مرة يجي يزورنا. نعم. فهو قاعد وياي قال لي أنا أول مرة أدرك إن التوكينج عندكم مش بالماوس، باي هاند. نعم. الراجل بيقول الحوار بتاعكم بالإيد، ما بتعرفش الحوار بالفم. نعم. حاجة تكسف. أنا ساعتها ما عرفش أرد. فليه؟ ليه؟ ليه العنف ده؟ ليه؟ حضرتك شايف ان من الطبيعي انهم ينزلوا في مظاهرات، يسمح لهم بمظاهرات، ينزلوا محطات مترو، يهددوا، يقفلوا؟ تالي الموضوع زاد عن حده. تالي مجتمعنا نبتدي نهدى بقى شوية. لو كنت لانهم بالاعمال ده هي بحس انهم بيخسروا كل يوم اصدقاء. نعم. بيخسر. يعني انت بتسلك سلوك عشان تخسر كل يوم صديق؟ يعني طب اخرتها ايه؟ يعني الله محبة، ومن باب المحبة ماذا يمكن ان تقول لشباب الاخوان؟ مش هتكلم على قيادات الاخوان، شباب الاخوان او شبابنا بصفة عامة والاخوان. انتوا ولادنا، ونأمل ليكم مستقبل افضل من المستقبل اللي احنا بنعيشه ولما كنا في سنكم. وأأمل انك تفكر
تفكر جيدا، المجتمع بقى مفتوح، وفكر بطريقة مصرية، فكر بطريقة مصر اللي تنتمي ليها. نعم. انا فاكر لما طلعت قبل طبعا الرهبانة وبعد ما تخرجي يعني طلعت ادرس في انجلترا، فرحت كنيسة من كنائس انجلترا، كنيسة يعني مش كنيسة قبطية، ده في بداية التمانينات، في 85. نعم. فالراعي بتاع الكنيسة وقف قال احنا النهاردة عندنا ضيف من مصر اسمه فلان، انا هديكم 5 دقايق تحيوه. صدقني وانا لابس لبسي بقى المدني العادي، لقيت واحد من الموجودين معرفش اسمه جاي يعمل لي كده على البدلة، فقول له ليه؟ قال لي اصل جدي كان جندي في مصر ومات واتدفن في مصر، فباخد بركة جدي منه. مصر، انظروا نظرة مصرية صح، وعيشوا بفكر صح، ونتعلم ازاي نتحاور، ازاي ناخد وندي ويا بعض. نعم. وهي الكل بصفة عامة، وقلب المصريين كله مفتوح لولادهم، مفتوح، وتحاول واكسب الجولة من خلال كلامك مش من خلال ايدك، مش من خلال. انا سمعت ارقام بالملايين على الخسائر اللي تمت، مليارات او مليارات. نعم. انا بقصد ملايين يعني في اي قطاع، قطاع. نعم. واحد حاجة خسارة على كل مصر. البعض كان يتوقع او لا يعلم، الله اعلم، دورا للكنيسة المصرية في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكانوا يقولون أن الكنيسة المصرية على اتصال ولها تأثير ونفوذ في هذه المنطقة في إثيوبيا، ولم يحدث. فهل حدث؟ أحكي لحضرتك حاجة تاريخية صغيرة. فضل. الكنيسة الإثيوبية كنيسة أرثوذكسية وتعتبر نفسها ابنة للكنيسة المصرية. نعم. وأول مطران اترسم على إثيوبيا اترسم في القرن الرابع الميلادي بإيد البطرك المصري. نعم. ولذلك يوجد ارتباط قوي ما بين الكنيستين. وعبر الزمن وصلت الكنيسة إلى درجة من درجات الاستقلال، فكانت الكنيسة المصرية ترسم بطريرك إثيوبيا، وبعد كده ابتدت الكنيسة الإثيوبية ترسم بطركها. حاليا البطريرك الموجود اسمه أبونا ماتياس، ده البطريرك رقم 6. نعم. الكنيسة المصرية البطرك رقم 118، عشان حضرتك بس تقدر. نعم. تعرف التاريخ. لغاية سنة بدايات السبعينات كان يوجد امبراطور اسمه هيلا سيلاسي، كان انسان محب لمصر، وكان في زمنه محب للرئيس جمال عبد الناصر، وكان في علاقة طيبة جدا بين البلدين على مستوى الرئاسة كرئيس جمال والامبراطور هيلا سيلاسي، وعلى مستوى الكنيسة. الامبراطور هيلا سيلاسي كان مسيحيا ارثوذكسيا، فكان في ارتباط مع البابا كيرلس السادس البابا المصري، إلى أن جاء عام 74 ميلادية 1974، وقام الحكم الشيوعي في إثيوبيا وقتلوا الإمبراطور. نعم. في مكتبه، وصار منجستو مريم الحكم الشيوعي مستمر حوالي 9 سنين، وقتلوا أظن البطريرك هناك أو سجنوه، وحصل خصام بقى ما بين الكنيستين، وصار بعد كده ابتدى يتعدل الوضع السياسي هناك في إثيوبيا، وابتدى الإثيوبيين علاقتهم بالكنيسه وعلاقه الكنيسه بالدوله تقل خالص، وحاليا صارت علاقه محدوده جدا. ليه؟ كانت قبيله تحتكم الحكم في إثيوبيا. نعم. حاليا بعد ملء الزناوي ابتدوا يغيروا القبائل اللي ممكن تشارك في الحكم، فصارت تأثير الكنيسة على الحكومة تأثير ضعيف للغاية. هذا التأثير الضعيف وهو في النهاية تأثير،
هل تمت محاولات فيه؟ لحضرتك. اتفضل. لما في زماننا بقى الحاضر ده، في الزمن بتاعنا، البطريرك كان موجود تنايح بعد البابا شنودة بأربع خمس شهور، أبونا بولس. بقى في بطريرك جديد دلوقتي، تم انتخابه في فبراير اللي فات، والمفترض ان هو كان هيجي يزورني في شهر 6. نعم. دايما الزيارة الأولى للبطريرك إثيوبيا تبقى لمصر، وأنا أرد الزيارة في شهر 9. نعم. كانت المفترض انها الأسبوع ده. لسبب الظروف والأحوال في مصر أجلنا الزيارات دهي. خلاص؟ نعم. لكن التليفونات لم تؤجل. فتكلمنا ويا بعض، وتكلمنا وياهم على موضوع السد ده. عايز أذكر لحضرتك أن موضوع السد ده مش ابن النهاردة. نعم. ده بقاله سنين. وبعدين إحنا مش هنبني سعادتنا على تعاسة إثيوبيا. نعم. بس ما تنساش أن إثيوبيا كدولة أهملت كثيرا جدا. أنا في رأيي الشخصي إثيوبيا هي الدولة الأولى المفروض نتعاون وياها الدولة في العالم الأولى. كله. نعم. يعني مفروض نديها الاهتمام الأول في كل شيء. ليه؟ ليه؟ 85% من مية النيل جاي من إثيوبيا، 85%. والمية دي عندنا أهم حاجة طبعا، أهم من البترول، أصل الحياة. نعم. مش كده برضو؟ طبعا. أهملت إثيوبيا. أظنك تتذكر محاولة اغتيال الرئيس مبارك في إثيوبيا في 95، والعلاقات توترت ما بين البلدين وأهملت إثيوبيا. صح، في سفير وسفير، لكن نعم، مفيش اهتمام خالص. وبعدين تتذكر المهزلة اللي حصلت قبل 30 يونيو بأسابيع قليلة، البث المباشر، اللقاء السري. نعم. مش كده؟ بالضبط. فطبعا حملوا مشاعر غير طيبة خالص. والسد كان اتبنى من السد دلوقتي 23% منه. 23%؟ يعني الرهان على فكرة إيقاف السد ده وهم. احنا علينا ان ده نتيجة إهمال. نتيجة إهمال في مصر. نعم. طبعا. وبعدين هناك عندهم مشكلة وأزمة في الطاقة كبيرة، ونهر النيل مش كده عندهم، نهر النيل الشلالات كده، فبيستغلوا هذه كمساقط مياه في توليد كهرباء، لأن عندهم أزمة فعلا. بعض المناطق في إثيوبيا الكهرباء ما بتجيش غير ساعتين في اليوم فقط. نعم. وعايشين كده. لكن بالتفاوض، بالتفاوض وبالحوار، والمية دي سواء في إثيوبيا أو في النيل أو في مصر، دي كلها عطية ربنا. يعني إحنا طبعا بنتفاوض ونتحاور على عطية الله اللي عطاها لنا بهدوء شديد، والله مش هيسيبنا نعطش أبدا خالص. ولحظة، إحنا الدولة الأخيرة، دولة المصب. نعم. يعني النيل بيعدي على 9 دول وإحنا الدولة العشرة. فقلنا وتكلموا فعلا، وفي حوارات على المستوى السياسي، وفي تفاوض، وفي مراعاة حصة مية النيل، بعيد برضو عن مواضيع السياسة لأن ده موضوع حياة. ده أنا أنادي أن يكون في وزير اسمه وزير المية أو وزير النيل، ده غير وزير الري. لا، وزير للنيل. النيل بس. للنيل، النيل. هي مش بكثرة الوزارات، هي بالعمل. لا، أنا أدور على الاهتمام. الاهتمام. أدور على الاهتمام. نعم. النيل، النيل اللي بنشرب منه. قداسة البابا، لك أي رحلات قريبة إلى أوروبا أو أمريكا دعما لموقف مصر؟ كان لي رحلة هعملها لأمريكا بس أجلتها، الظروف مش مواتية خالص. ظروف مش مواتية، ده موقف حضرتك غضبان منهم؟ أنا عارف أن قداستك من أنصار الحوار وليس المقاطعة. لا. لا، مفيش داعي للمقاطعة، نتحاور ونتناقش، وربنا عطينا عقل ونفكر، وعطينا طولة بال وزمن. نعم. فكان في ترتيب لزيارة لأمريكا اتأجلت. ربما كان في ترتيبات لبعض زيارات لولادنا الأباط في بعض الدول العربية برضو، يعني أجلناها شوية قليلين كده. يعني مش عايز أسيب مصر في الوقت ده. حضرتك مش عايز تسافر عشان ما تسيبش مصر؟ مش شايف ان جزء من دور حضرتك ايضا مصر بره؟
وهي بتتعرض لهجمة وضغط وحصار ولادنا والأباء الأسقفة والأباء الكهنة قايمين بأدوار رائعة. يعني احنا لنا في أوروبا 14 واحد من الأباء الأساقفة موجودين في أوروبا، فدي حاجة كبيرة. غير قدسة البابا برضو لما يسافر بنفسه يعني تمت مخاطبات رسمية بيننا وبين الفاتيكان وبيننا وبين بعض البيانات طلعناها هنا كانت موقعة باسمي، راحت بعض الدول زيارة زي زيارة أعضاء الكونجرس دي، كان زيارة مهمة خالص، وكانوا ناطقين بلساننا هناك، وأنا واثق أن الأمور هتبقى إلى أفضل. قداسة البابا تودر. الثاني سؤال الأخير، الكنيسة ستدعو من في رئاسة الجمهورية؟ هو من الذي ترشح؟ فإذا كان هناك عين إلى أين تذهب العين؟ إذا طرحنا الأسماء السابقة التي دخلت الانتخابات السابقة، الكنيسة أو المسيحيون انحازوا إلى الفريق أحمد شفيق في هذه الجولة أو في هذه المرحلة، عشان رأيناه يدير وزارة الطيران وينشئ المطارات والمطار الجديد في مطار القاهرة أو الصالة 3، شاهد على ذلك بإدارة فيها كل الكفاءة. فاتجهوا له مش المسيحيون بس، والمسلمين كمان طبعا يعني. لكن عندما نجد أسماء مرشحة وفيها إنسان على قدر عالي من الكفاءة كما يشهد له تاريخه، أرشحه طبعا. كيف ترى كفاءة الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ كفاءة الفريق عبد الفتاح طبعا كفاءة عالية جدا. يعجبني الأسلوب الإنساني والهادئ وبيفكر جيدا، بس ما عرفش طبعا هيترك. هو يقول أنه لن يرشح نفسه، ولكن هناك أصوات عديدة تطالب بالترشح، البعض يتحدث عن جمع ملايين، البعض يتحدث عن مظاهرات ستخرج لمطالبة بالترشح، البعض يرى أن في هذا تأكيد على أن نعود مرة أخرى إلى الحكم العسكري. بتشوف حضرتك ده إزاي؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن القوات المسلحة لما يبقى ابن من أبنائها هو الرئيس، هو يحمل معاه صفات القوات المسلحة، الضبط والربط. وده أمر محتاجينه جدا، مصر محتاجاه في هذه المرحلة، محتاجاه جدا. ضبط وربط اللي هو ضبط مجتمع، ضبط مجتمع مش معناه التعسف ولا عنف ولا ظلم ولا ضبط المجتمع. الراجل البنا لما بيجي يبني لازم يستخدم خيط وميزان عشان يطلع الجدار صح، لو ما فيش الخيط والميزان دول، ما دي حاجة أدوات بسيطة خالص، مش ممكن الجدار يطلع أملس كده وناعم، مش ممكن. نعم، فإحنا محتاجين كده، إذن ضبط. قدسة البابا تودرو الثاني يرى أن مصر الآن محتاجة لضبط، لرئيس لا يوجد مانع أن يكون ذو خلفية عسكرية. أي شخص ذو خلفية عسكرية، ذو خلفية قضائية، ذو خلفية علمية، المهم يتوفر عنده الضبط والربط لهذا المجتمع، لكن سيصير كمايسترو. قدستك ليس لديك تحفظ أن يكون ذو خلفية عسكرية، وليس لديك تحفظ أن يكون هو الفريق عبد الفتاح السيسي. طبعا ما عنديش أي تحفظ خالص. نعم. هو إنسان جدير بهذا، وإن كان ربما تسير له المتاعب. له؟ آه. أنت تشفق عليه؟ آه، تسير له المتاعب، لكن ربما في دورة رئاسية تانية. ده طرح؟ اقتراح يعني؟ بفكر. بشكر قدستك جدا. اشكرك. انا بشكرك على حسن الاستضافه وعلى وقتك الثمين. اهلا بيكم. اهلا بيكم. بشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده مع قداسه البابا تودرو الثاني، بابا الاسكندريه وبطريرك القرازه المرقسيه. وقت سعيد، وغدا القاكم على خير، فالى اللقاء.